هل ارتعدت قدماي؟ كلا. هل ارتجفت يدي؟ كلا. وهل أخطأ سيفي؟ كلا. إذن نجرب سيوفنا واحدة واحدة. أغمي عليه من الخوف، أرموه في الماء. أسوده. استديرا، اضربا. لم يكن جيدا. استديرا. اضربا. تشبهان أخوالكم. كان علي أن أرسلكما لتتاجرا بالتوابل. استعدوا، مرماكم أنت. يا أبا الحق، إنه صف الرماد. أعلم ذلك. يتدربون على الرماية. أعلم. لا وقت لدينا للمزاح يا شيخ، اترك الصف. أسابق كل رماتني بالك يا أشعث. يكفينا أنك جئت من الكوفة إلى النخيلة ولم تمت يا رجل. أشارطك. لا بأس. ماذا أفعل؟ إذا خسرت الشرط زحفت على الساحل يا أبا الحق حتى تلك الشجرة. وإن ربحت؟ ربحت أكون أميرا على رماتك. أسمعتم يا رمات؟ هل ترى المرمى؟ انظر عينه اليمنى. أصبتها حقا؟ والآن عينه الشمال. مرحى، مرحى لأبي الحق. أحسنت. أرأيتم؟ إنه في سن جدودكم. من الآن أبو الحق أمير الرماة وشيخهم. الجسور وأخذوا السفائن معهم. ماذا تفعل يا مالك؟ أرينهم الجحيم. أمرنا علي أن نرفق بالناس. نضرب خيامنا هنا حتى يلحق بنا علي. بحيلة من عمرو بن العاص وبأمر من معاوية حطمت الجسور التي تربط بين ضفتي نهر الفرات والتي كانت في طريق جيش الإمام. أراد عمرو بن العاص أن يختبر تدبير جيش علي
وقدرته على معالجة الصعاب. كان مالك الأشتر قائد طليعة جيش الإمام، قد بادر بشجاعة مع عدد من أصحابه إلى الخوض بخيولهم في مياه نهر الفرات، فعبروه إلى ناحية تسمى الرقة، وكان أن أجبر أهاليها على تشييد الجسور المحطمة. فأطاعه أهل الرقة خوفا وفزعا وأعادوا بناء الجسور، فتمهد السبيل أمام جيش الكوفة لعبور نهر الفرات. ماذا حل بك أبا يزيد؟ أراك أشبه بالطواحين من أمير الشام. ارفع هامتك، اربط جأشك أبا يزيد. 12,000 رجل يقاتلون في جيش علي. نعم. كل واحد منهم يعدل جيشا بأكمل. نعم. أما سمعت بمعجزة الأشتر في الرقة؟ أجل، أنا الذي رويتها لك. حسنا، إلى الآن لم تكن حيلك جنودا تسعد بنصرهم. جبلت طينتك على نكران الجميل. أنسيت عزلي قيسا عن إمارة مصر بقلم وقطرة مداد ورقعة ذليلة من الجلد. البس البس. تذكر دوما أن قيسا كان من أغنى صحابة علي، لا تنس هذا. الكتب التي سودناها لو بعثناها للتجارة لربى ملكنا على ملك قارون. ما الذي أصبناه إلى يومنا هذا؟ عزل قيس، حل مكانه ابن أبي بكر، مصر في قبضته. محمد شاب لا يحسن شيئا، أمر أن لا يصانع العاصين، الأمر الذي تجنب أن يقع فيه قيس بفطنته. سنشغله عن علي بأهل مصر. إلى أين؟ إلى عرس العاص. وهل نسيت أن تأخذ معك هامتك؟ هامتي؟ عمامتك. عمرو، أعلم أنني عقدت كل آمالي على حيلك. لا تنسى الوعد الذي وعدتني، يجب أن نهزم عليا. نهزمه شريطة لا تنسى أنت أيضا ما وعدتني به يا أبا يزيد. أتذكر حكومة مصر؟ هل نجدد العهد؟ نجدده يا أبا بكر. Thank you.
لا تقطب يا مالك، أنا عمار. قل لعلي إن الجسور شيدت أوتادها في النهر بمقدور الجيش عبور الفرات. إنك قائدنا، أنا أخبره بهذا؟ أستحي أن ألتقيه، لقد اضطررت إلى التهديد والشدة رغم إرادته. أستودعكم الله. أنتم مستعدون؟ بلى، ننتظر أمر الأمير. علي يقاتل منتصرا بسيوف رجاله. سمعتم مني مرارا وتكرارا قولي أن المنتصر في الحرب هو التدبير. طالبوا ثأر الجمل من خلفكم وطلاب دم الخليفة المظلوم من أمامكم. لطف الله من فوقكم وثعبان الفرات من الأرض. سيروا مكانكم، ارتدوا السواد. رايتنا السوداء قميص الخليفة المدمى، سألحق بصفوفكم في صفين. انصرفوا. هل تحدثت للموسرين يا فاروق؟ بلى يا أمير، كن مطمئن البال، نستطيع رفض جيش من 100,000 مقاتل بالمؤونة لسنة بشهورها. أيدكم الله، لن ننسى سهم قبائل اليمن بعد أن ننتصر على أبي تراب. أمضوا. سمعا وطاعا. لنمضي. حسنا يا ابن العم، لكم إمارات العراق والحجاز خالصة، بشرط أن تغرقوا عليا في الفرات. مروان، أين عبيد الله بن عمر؟ يخطب الناس على المنبر. يخطبهم، ما زال اسم عمر ينفعنا. يا عمرو، اعقدوا راية لابن الخليفة عمر. العباءة التي تركها الرسول لابن الخطاب. راية منيعة، ليت هذا الرجل لم يتلطخ بدماء الأرباب. يا أبا يزيد، إنها الحرب، لا ترجو النصر فيها من جيشك ولا من دهائي. ادعو لنا وحسب، ادعو ألا يكون الجهال في خميس علي قلائل نزرة. آمين.
مولاي، ها نحن في صفين، أمامنا واحة ماء، ليس على ضفاف الفرات ماء يستساغ سواها. مروان، مر العسكر يضرب خيامه هنا، تعال معي يا عمرو. معسكر موثوق. تقول يا عمر؟ لست عالما بالحرب، إنما نرجو ما يجود به علينا أمراء الجيش. لكنك عالم بالسباحة، هل تسبح في الفرات؟ أجئت للسباحة أم الحرب؟ إنما الحرب سباحة في بحر الدماء. تعال يا عمر، نبل أجسامنا لنشحذ نصالع عقولنا. الأشتر يخشى من خدعتك لا من سيفي. العرب قد تعودت على الشمس، وأنا عربي. قل إنك لا تجيد السباحة. تعال تعلم السباحة، تنفعك عند أمواج النيل يا عمرو. علي أن أتعلم ما ينفعني في جهنم. نقطع الواحة عليهم، نمضي إلى حرب علي من هذا المكان. عسكروا في صفين. الواحة الوحيدة على نهر الفرات في أيديهم، لقد تأخر وصولنا، لن نستطيع إرواء جيش برمته من قرب الماء، علينا جلاؤهم عن الماء كيفما اتفق. إننا لا نبدأهم بقتال يا أشعث. سيقطعون الماء علينا يا مالك. اقرأ يا أشعث، اقرأ للجميع أنه الحكم حكم علي. جندب شريح تعال معي. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك أمير عليكم، فاسمعوا لأمره وأطيعوا، إنه ليس من أهل الغفلة أو الزيغ، لا يتباطأ في وقت التعجيل،
ولا يتعجل في وقت التباطؤ. ما نفعل يا مالك؟ لأي شيء أتينا من العراق إلى الشام؟ نمكث هنا حتى يصل علي. عسكرت جيوش الشام والكوفة في صفين. كان هذا قيسا؟ ما يفعل عفريت الغدر هذا في صفين؟ كان لابد لابن العاص من الدنيا يا شيخ. السيف يحكم في صفين ام الخدعة؟ ها؟ لا ادري. لا حاجة لنا به، لقد بلغ غدر قيس اسماع الاعراب في الوادي، انه يريد تجديد البيعة ليبيع صفين لمعاوية كما باع مصر. قل لعلي إن أهل الكوفة جاءوا للجهاد. لقد عفى عنه علي، كان بريئا. ويلكم من تهمة المؤمن. إننا لا نذرف الدموع إلا في الصلاة يا قيس. لولا حيل سليل النابغة لجئتكم اليوم بجيش من مصر. هون عليك يا قيس، جحيم الجمل كان صنيعة جهل هذه الرعية التي أفسدت عليك تدبيرك. إنني قلق يا ابن عباس. أبناء نوابغ العرب تضربنا في صفين بسيوف لا نراها. لم يكن في الجمل من يخادعنا. ولما لا نقاتلهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ولي ولي انظر هنيئا لأبناء عمومتنا. ماذا تفعلان هنا؟ ها قد عاد كثير العنق هذا، وراهنك أنه ينوي نزال الأشتر. يا رجال، كيف بكم وتجريب سيوفنا في الليل؟ أما أنا فلست معكم يا مروة، لا يمكننا مناطحة قرون النخعي. أنا أعلمكم بنكير سيفه.
لعلك خفت خطب علي في الجمل يا أمير الأحلام، ها؟ خطبه تمزق أسماعي دوما، لم تكن في رغبة لسماعها أبدا. أوجز لنا ما في خطبته، لعلنا خفنا حقا. قال: إذا حملتموني على الحرب حاربتكم حربا عادت الجمل معها لعب الصبيان. أعلي قال هذا؟ قال ما يشبهه. صدقوه إذن. إن كان لنا أن نصدقه فما عليك إلا أن تحلم بإمارة الكوفة وفتاتها التي تيمت قلبك. ماذا كان اسمها؟ اسمها؟ ما اسمها؟ تسمى صيادة القلوب، لآلئ البحار، ثريا الأفلاك، عروسة عرائس الدنيا، قطام. إنه محموم. يا قطام. يا عامر، ماذا تفعل؟ هل تغير معي عليهم؟ بلا إذن الأمير. أي أمير؟ معاوية. أنا صاحب الثأر، الخليفة المظلوم كان والد زوجي لا والد زوجي معاوية. الليلة نغير على معسكر علي.